يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في أحد الكتب أن الشيء المضاف إلى الله إما أن يكون قائما بنفسه أو غير قائم بنفسه، فما معنى هذا الكلام؟ نعم، هذا صحيح. المضاف إلى الله نوعان، أعيان أو معاني. الأعيان مثل بيت الله، ناقة الله، بلد الله الحرام، هذه إضافة تشريف، إضافة تشريف لها. ناقة الله وسقياها، الإضافة التشريف، وهي مخلوقة. أما المعاني فهذه صفات لله، العلم، القدرة، علم الله، قدرة الله، سمع الله، استواء الله على عرشه وما أشبه ذلك، هذه إضافة صفات إلى الموصوف. نعم.